عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مدو عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافوا عاش اللي شايل حلم بلده وهمها فوق كتافه عاش الشباب صباح الخير مشاهدينا مشاهدي برنامج عاش الشباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا الموسم الرابع من عاش الشباب. وزي ما حضراتكم شايفين وجود وجوه اعلاميه جديده من خريجي الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. وقبل ما نتكلم في اي تفاصيل من تفاصيل فقراتنا النهارده، احب ارحب بزمايلي واقول لهم صباح الخير، صباح الامل والتفاؤل، صباح كل ما هو جديد جميل. صباح الخير يا ايمن. صباح الخير يا رشا. صباح الخير يا جهاد. صباح الخير يا رشا. صباح الخير يا اسلام. صباح الخير يا رشا. النهارده معانا فقرات ان شاء الله تعجب مشاهدينا وتنول ارضاهم. اتفضل يا اسلام. صباح الخير يا رشا في البدايه، وصباح الخير لكل زملائي معايا النهارده، وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي متابعينا. فقرتنا النهارده بتتكلم عن نجاح شخصيه قدرت بفكرها وعزيمتها ودعم زوجها ودعم اولادها انها تحقق حلمها مهما طال مدته. الشخصية دي اسمها أستاذة شيرين صالح، صاحبة مبادرة تجميل المناطق الشعبية، واللي بدورها علمتنا إن بإيدينا وإيد ولادنا وبفكرنا نقدر نحول بعض المناطق الشعبية إلى مناطق راقية نقدر نعيش فيها، واللي بدأ بحلم وسعي وهدف. بالظبط كلامك يا إسلام، وعلشان كده هتكون فقرتنا التانية هنتكلم فيها عن كيفية صناعة الأهداف، وهنتكلم فيها عن إزاي نصنع أهدافنا بإيدينا وإزاي نحقق أحلامنا وكمان نتمسك بيها. وهيكون معانا ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور أشرف جودة، أخصائي التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. بالظبط كلامك يا جهاد، فعلا تحقيق الأهداف والتميز بيبقى حاجة جميلة جدا في حياة كل شخص، بتحصل مش بس في حياة كل شخص بس، ده في حياة كل شاب وشابة. تحقيق الهدف، تحقيق النجاح والتميز بيحتاج تركيز وفي نفس الوقت بتبقى انت بتعمل حاجة بتخليك متميز في نفس الوقت. اللي عاوزينه في حياتنا هو ده اللي بتقدر تحفز فيه، وهو ده اللي موجود. عظيم كلامكم جدا جدا يا شباب. وزي ما بنقول الإنسان اللي عايش من غير هدف الإنسان اللي مش على قيد الحياة، الإنسان اللي عايش بهدف هو ده اللي بيتنفس الحياة. وقبل ما نطلع لفاصل أحب أشكر الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية هي اللي أتحت لنا الفرصة ظهورنا على الشاشة النهاردة معاكم في برنامج عاش الشباب برئاسة الأستاذ الإعلامي أحمد دياب، اللي بذل مجهود معانا جامد، وفترة التدريب كانت طويلة وطلع فيها معانا كل ما هو جديد في الإعلام، وهو اللي أتاح لنا الفرصة في الظهور أمامكم على الشاشة. إحنا بنتشكر مجهوداته جدا جدا جدا، وتشكر مجهودات الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. وعايزين ننوه إن الأستاذ أحمد دياب صاحب فكرة برنامج الباش تاجر. وبفاصل ونعود. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. النجاح أرقام، وإحنا في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية حطمنا كل الأرقام. على مدار 5 سنين دربنا آلاف الطلاب في محافظات مصر ومن مختلف الدول العربية، وأهلنا لسوق العمل شباب كتير. عشان كده عندنا أكتر من 70 مذيع ومراسل ومعد ومخرج من متدربي الأكاديمية في مختلف القنوات الفضائية، وده لأننا الأكاديمية الوحيدة اللي بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حقيقية على الشاشة يثبتوا نفسهم ويبدأوا مشوار نجاحهم. لو نفسك تاخد فرصة حقيقية وتحقق حلمك انضم لينا. للاستعلام عن دوراتنا التدريبية اتصل على في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. النجاح أرقام. أهلا بيكم مشاهدينا بعد الفاصل. النهاردة معانا في الفقرة الأولانية مبادرة جميلة جدا، ويريد تكون في كل أحياء مصر وكل شوارع مصر،
عشان جمهوريتنا مصر العربية تبقى شوارعها جميلة جدا. هل في فرق بين الشارع الراقي والشارع العشوائي؟ هل في فرق بين العشوائيات والشوارع الراقية؟ مفيش أي فرق ما بينهم غير عاداتنا وتقاليدنا. إزاي هنجدد من عاداتنا وتقاليدنا ونحول الشوارع العشوائية أو الشوارع الشعبية إلى الشوارع الراقية؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في فقرتنا الأولى مع الأستاذة شيرين صالح دياب، صاحبة مبادرة تجميل منطقة شعبية. أهلا بك يا شيرين وصباح الخير، وأهلا بك منورانا في أول فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة. أحب أسألك في أول سؤال يطرح على ذهن مشاهدينا النهاردة، إن إزاي جاتلك فكرة المبادرة؟ أو إزاي قدرتي تنزلي الشارع وتحاولي مع الأهالي في تجميل المناطق أو المنطقة اللي أنت ساكنة فيها؟ بشكركم جدا النهاردة. هي الفكرة كانت صلاح جوزي جات له، فقال لي طبعا هتبقى حاجة كويسة جدا إن احنا نساعد نخلي يعني الشارع شكله أفضل، نحاول نشجر الشارع. المطبات برضو بتبقى مش باينه قوي، صعبه على المره، خاصه لو في سنهم كبير بتبقى حاجه مش كويسه، فبنحاول نلونها بلون فسفوري او لون برتقاني يعني، وكلها جهود ذاتيه يعني. كلها بمساعده الاهالي. ايه هي نشاطات المبادره؟ الانشطه ان احنا نفسنا نعيش في مكان كويس. هو المكان مكان ارض اللي هو شعبي يعني، مش الشوارع مش واسعة قوي، فبنحاول نخليها على قد ما نقدر أفضل في النظافة وفي التشجير وفي الحاجات دي كلها. عايزين نعرف منك يا شيرين برضو إيه هي النشاطات اللي جوه المبادرة، يعني عندك تشجير، عندك نظافة، حاولي تحدد لنا النشاطات كلها اللي جوه المبادرة. هو ده كله، إحنا بنحب، إحنا أسرة من 4 أفراد، أنا وباباهم صلاح وحازم ونادر. طبعا حازم ونادر مستمتعين جدا بالفكرة، بيحبوا قوي يشتغلوا معانا كل الحاجات اللي احنا بنعملها. فهي الفكرة جات لنا ان احنا 4 بننزل بس. تمام. الجيران والأصدقاء ابتدوا يشوفوا، عجبتهم الفكرة، بقوا ينزلوا معانا. طبعا احنا بننزل يوم الأجازة، يوم الجمعة، علشان كل اللي عنده شغل ما يتعطلش، يبقى فاضي للنزول وان هو يساعدكم ويطرح معاكم المجال. فعلا صح كده. الحاجه الجديده في المبادره ايه؟ الحاجه الحديثه في المبادره؟ اخر حاجه في المبادره ان احنا يعني بنحاول نتواصل مع الناس علشان نعمل زي يعني خطط، نعمل ايه الجزء الاول بعد كده الجزء الثاني. طبعا احنا بنحاول ما نلمش اي تبرعات، اللي عايز بيعمل حاجه او يشتري حاجه بيجيبها وهو بيشتغل بيها. مش عاوزه انت تخشي في فكره ان انا الم تبرعات فتعمل لك مشاكل فرعيه جوه المشاكل اللي فعلا جوه المبادره. انا عايزه عايزه الفكره تنجح، وعايزه الفكره ما تبقاش ليها اي عوائق بعد كده، توصل لكل حد. فاللي عايز يجيب اي حاجه يجيب بويا يلون بيها معانا الرصيف. يا ريت فعلا كل الجمال ده يبقى موجود جوه شوارعنا وشوارع مصر كلها. انا عرفت منك ومن كلامك ان انت اولادك معاكي جوه المبادره. طب عايزين نعرف ازاي قدرتي تقنعي اولاد صغيره ان هم يخشوا في مبادره صعبه او فيها مجهود ذاتي جامد كده؟ هي الفكره كانت بالنسبه لهم لعبه، حابين قوي يبقوا معانا في اي حاجه، اي نشاط يشاركوا ويلعبوا. مع الوقت انا نفسي جدا التربيه بتاعتهم يعني تبقى فيها قدر من التعاون، تفاعل، والتفاعل مع المجتمع. يبقوا متواصلين بدون مقابل مع اي حد. حابه قوي ان انا ازرع فيهم الجزئيه دي. تمام. هم حسوا بتعب في المبادره ولا كانوا مبسوطين بالمبادره وحاجه زي كده؟ لا كانوا مبسوطين جدا، لان سبحان الله الطفل عنده طاقه رهيبه. فلو احنا وجهنا الطاقه لحاجه كويسه ايجابيه، حاجه بتزرع فيه مستقبل شاب ممتاز في الافكار وفي القيم وفي التعاون، هتبقى حاجه كويسه جدا في المجتمع. تمام. احنا النهارده معانا عايزين نعرف في المبادره الهدف اللي وصلتي ليه، يعني الهدف اللي قدرتي تحققيه من المبادره. هو الهدف، احنا طبعا في اهداف كتير قوي في تحقق وفي ما تحققش. هو اهم حاجه اتحققت ان احنا حابين قوي نمشي في مكان يكون نظيف، يكون منظم، يكون الاهالي بعد كده يعني. اجمل هدف حصل في المبادره ان بعد كده الاهالي ابتدت تتعاون، ابتدت تتفاعل معانا، دي حاجه كويسه.
بحيث مثلا الاهل لما احب اوجه لها مثلا كلام اقول لهم ايه مثلا عشان تقول لهم مثلا في المبادره دي توصل لهم كلام ايه؟ عايزه اقول لهم ان الفكره كلها بسيطه جدا، يعني كل البلاد المتقدمه اتطورت بشعبها، ما فيش حد بيتطور بدون شعب بدون ثقافه، ان احنا لازم نحافظ على المكان اللي احنا فيه، لازم نخليه افضل لينا ولاولادنا. كويس. ايه هي العقبات اللي ممكن تكون واجهتك في رحله المبادره دي؟ يعني ايه الحاجه اللي قلتي عليها لا الحاجه دي هي اللي وقفتني او عرقلتني على ان انا اكمل المبادره بتاعتي؟ هي طبعا في اسباب كتير، اولها ان لازم التعاون يكون فيه خطه يعني مستمر، اي شغل مهما كان قليل باستمرار بيبقى افضل من مهما كان كتير في وقت قليل. طبعا الاستمرار في حاجه زي كده بتبقى بس صعبه شويه، صعب علشان وجود معاكي ايده عامله كتير او مشاركه الاهالي هي اللي بتبقى فيها صعوبه، مواجهه الجمهور دايما فيها صعوبه. للاسف. مين اللي اداك حافز في المبادره دي اللي خلاكي تبقى عايز تخش المبادره وتكملي فيها اكتر واكتر واكتر؟ اكتر حد جوزي طبعا، لان الفكره بتاعته اساسا، الفكره بتاعته هو حابب قوي، هو متحمس، هو عنده افكار كتيره ما شاء الله، واجتماعيا هو حابب قوي يعمل حاجات كتيره للمجتمع. وانتوا بتكملوا بعض بقى؟ واحنا بنحاول. انا سمعت منك برضو فكره في المبادره ديت، هي ان انت بتعملي اعاده تدوير للمخلفات او للقمامه، ما بتسيبيهاش كده ونقول لا احنا هنسيبها للمجتمع، لا انت بتعملي لها فكره اعاده التدوير. عايزين نعرف مشاهدينا برضو فكره اعاده التدوير دي، في ناس كتيره ما تعرفهاش. الاول قولي لي فكره اعاده التدوير وبعد كده نتكلم عن مشروع اعاده التدوير بتاعك. هي الفكرة جات لي ان هو توجه عالمي، لان البلاستيك وكل الحاجات اللي ما بتتحللش بتاخد سنين كتيرة للتحلل، دي حاجة مضرة جدا على البيئة. فاحنا لو احنا استخدمناها في عادة تدوير في البيت في شقتنا، يعني هي اوريدي ليها مصانع وليها حاجات كتيرة كبيرة بتحب بس تستغلها المصانع والشركات. طبعا ليها وليها عائد مادي كتير جداً كبير جداً. كبير جدا، وفي دول كبيرة عملت في مشاريع ومصانع كذا حاجة. زي المانيا اقتصادها قام على اعادة التدوير. طبعا طبعا دي حاجة مهمة، فلو كل أم عرفت إن إزازة البلاستيك أو علبة التونة اللي بترميها ممكن تعمل بيها حاجة في بيتها هتبقى حاجة حلوة جدا. إحنا معانا كمان على الشاشة صور لشغلك اللي أنت عملتيه من إعادة التدوير للإكسسوارات، وعملتي شغل كتير جدا جدا للإكسسوارات وإنتاج كده جميل جدا جدا من إعادة التدوير. أنا بحب كل الشغل اليدوي، بحب الإكسسوري، بحب فن الخرز، حلو قوي الخرز في مجالات كتيره قوي، ممكن نعمل منه فوانيس، ممكن نعمل منه لعب اطفال، ممكن نعمله مقالم، يعني مجاله واسع جدا، مفارش، ستاير، كبير كبير جدا، فانا بيستهويني كل الشغل اليدوي يعني. طيب عايزين نعرف منك اهداف اعاده التدوير، يعني عايزه توصلي باعاده التدوير ايه لشعبنا، او تقولي لشعبنا ايه في فكره ان احنا نعمل اعاده التدوير دي؟ احنا ممكن في افكار كتيره جدا، احنا يعني كل الدول قامت على ان احنا التدوير والقمامه اللي احنا هي عبء علينا، في دول كتيره بتستورد كمان قمامه علشان خاطر تطلع بيها الاقتصاد وتصنع بيها حاجات كتيره وصلوا جدا، وصلوا لدرجه ان الشيء العبء علينا احنا دلوقتي في مصر بقى منتج وفي إعادة تدوير ويدخل دخل، يعني له مميزات كتير احنا شايفينه عيب لحد دلوقتي للاسف. هل فكره إعادة التدوير بتتماشى مع مجتمعنا؟ هي طبعا اي شعب عايز يتطور بيشوف كل الاسباب للتطور وللنجاح وللحاجات دي كلها، فطبعا المفروض شعبنا يفهم دي ثقافه كويسه جدا، والمفروض احنا نبتدي نعمل كده. انت طبعا عملتي الشغل ده كله على قناه في اليوتيوب، وقعدتي تطلعي كل شغل الفن اللي فيه، فنك وفن اولادك وفن جوزك برضو على قناه اليوتيوب. قولي لنا الشغل القناه هل ليه علاقه بالمبادره وليه علاقه باعاده التدوير، ولا لا انت طلعتي شغل بس عليه فني؟ هي القناه فكرتها ان احنا عائله بنحب الرسم. حتى قوي. اسم القناه اسمها رسومات عائله فنيه. تمام. احنا اكتر حاجه مشتركين فيها الرسم.
تمام. احنا الاربعه بنحب نرسم، بنعرف جينات بقى الاطفال واخده جينات الرسم وجينات الفن. ممكن طبعا عشان انا وباباه بنعرف نرسم كويس. جميل قوي. الفكره جت ان احنا بنرسم، ان احنا بنعمل اعاده تدوير، ان انا بعمل برضو بحاول اعمل فرصه او فكره لاي حد عايز يعمل مشروع من الاكسسوري او من فن الخرز، بديله الافكار، بعرفه ازاي يعملها. ايه رايك يا ايمن في فكره اعاده التدوير والقناه؟ هل فعلا ممكن توصل للمجتمع؟ توصل للمجتمع باذن الله، توصل للمجتمع ان شاء الله. ايه هي اهداف القناه؟ أهداف القناة أن أنا أساعد، يعني في ناس كتير نفسها في أفكار لمشاريع. إحنا ممكن من 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه نعمل مشاريع كويسة جدا من الإكسسوري. ممكن تعمل حاجة أيوة، من حاجة إحنا ممكن نرميها كمان إعادة تدوير. إحنا ممكن نعمل مقلمة مكتب، ممكن نعمل أي حاجة للبيت بدون مكاليف يعني ومصاريف كتير. وده بيوفر فعلا، بيعمل توفير في الدخل كتير جدا جدا، والأطفال كمان بتبقى حابة تمسك حاجة مميزة عن بقية. أيوة. مختلفة فعلا عن بقية الأطفال اللي حواليها. طبعا النتيجة أن في الآخر أنا بعمل حاجة في شقتي مش موجودة في أي حتة، أنا اللي عاملاها. أطفالي مستمتعين جدا أن أنا عملتها. كفاية ان انا مش هشتريها، مش هضطر اشتريها، فدي كلها حاجات مميزة، حاجة يدوية عملتها وبتظهرها للناس. ايوة. واحساس الاطفال معاكي ايه بقى في ان هم بيصنعوا حاجة وبيطلعوها قدام الكاميرا كده وقدام الشاشة، احساسهم ايه؟ منتهى المتعة، يعني اكتر حاجة بيحبوها، يعني اكتر حاجة بيحبوها في البيت نعملها الشغل اللي احنا بنعمله مع بعض، اكتر حاجة بيحبوها. طب هل عرضتها في مكان معين بحيث ان هي تبقى ظهر قدام الناس، بحيث لو اي حد عايز ياخد منها حاجه معينه يبدا ياخد كده مثلا ولا حاجه؟ يعني لو انا عايزه ابيع مثلا حاجات زي كده، طبعا انا ليا صفحه باسم نشرين صالح، بحاول اعرض عليها فيها الحاجات اللي انا بعملها، الشغل اليدوي او الشغل الاكسسوري او الخرز، بحاول يعني اعرض الحاجه وكده. ربنا يوفقك يا شيرين في حياتك، واحنا مبسوطين جدا جدا بافكارك وافكار المبادره، من اجمل المبادرات اللي احنا شفناها في مجتمعنا فعلا، هو تجميل المكان اللي احنا عايشين فيه. وحقيقي فكرتك وصلت، وفكره كمان شغل الاكسسوارات وشغلك اليدوي دي حاجه، ومشاركه اولادك كمان معاكي دي حاجه في منتهى الجمال. ويا ريت كل فعلا اسره وكل ام تشوف النماذج الناجحه اللي تقدر فيها امشي على نهجها واوصل باطفالي كده لبر الامان ان شاء الله. احنا عاوزين نشكرك يا شيرين. وقبل ما نشكر ضيفتنا شيرين صالح دياب، مؤسسه مبادره تجميل منطقه شعبيه، احب اوجه رساله لكل ام وكل من هو في المجتمع عايز يوصل للنجاح والتميز، ان احنا نشوف افكار متميزة ونجاحات نمشي على نهجها، نوصل بين مجتمعنا للجمال والرقي بإيدينا وبإيدين أولادنا. أحب أشكرك يا شيرين، وبشكرك يا أيمن. شكرا. هنطلع فاصل، وقبل الفاصل أحب أقول لكم إن الفقرة الجاية التانية بإذن الله معانا جهاد وإسلام مع الدكتور أشرف جودة، استشاري التنمية البشرية للعلاقات الأسرية. فاصل ونعود.